ارواح تشوف يا خويا وصار فيها الزمان الناس بوتها الدنيا نسات التقوى والايمان يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان شحال تبدا تقطيع البحر شحال تسخن بدوار دوار بحال ما بيديروا 50 مليون هذا راشي وهذا مرتاشي عايشين بمال الحرام شادين في الحبل الراشي هايمين في بحر الظلام عندي 500 مرحي بيوم داشي 500 قرب وحدي غش السلع يخدع في الناس بلا مان واللي غشنا ما هو منا وكيلو الله الرحمن دائما النقص على الوصيك يا وليدي تعلم تنقص في الميزان على خاطر قد ما تنقص في الميزان قد ما شانك يطلع يا وليدي واحد يدخل في البيعة دايم يسرق في الميزان خدمتو غير بالخدعة يقول أنا يا صايم رمضان يا غافل في الحوال واخديك من الفسق والفجور ما تبدعش يزهو الحياة ما تاع الدنيا غرور الله يلطف بعباده سبحانه العلي الغفور الله يلطف بعباده سبحانه العلي الغفور بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحياة فيها كل الألوان فيها الفشل وفيها النجاح فيها الحل وفيها المر لكن يبقى الإنسان هو المسؤول عن صناعة الواقع نتاعه الإنسان هو اللي يصنع الواقع نتاعه وهو المسؤول عن نوع تاع الواقع اللي يكون عايش فيه وعليه هو أنه يحسن هذا الواقع ويبذل من المجهودات باش يتحول إلى الأفضل لكن بعض الناس عمرهم ما داروا مجهود باش يحسنوا الواقع نتاعهم وحتى يبررون الفشل ديالهم والقعود نتاعهم عن بذل المجهودات يروحوا يعلقوا أسباب الفشل نتاعهم بأشياء أخرى خارجة عليهم ساعات يعلقوها بأمر أو بفلان أو بظروف أو بغيرها كما سنرى ما يفعله صاحبنا اليوم أروع هاي محلولة الباب أدخل ديرا لاباس الحمد لله كيفا يا سيدي صافا لاباس الحمد لله واش اليوم جامعة مشيتي عادي قلت لي نجيب لك كلام تحوز غير على القسويلات انت ثم ولفتونا شنو هذا برقداش طماطيش راني ناكل في الطماطيش والبصل خليتونا في التمر سي نورمال راني ناكل قول مهبول زبري قعاش برقداش لا زبري هذه ماكله طماطيش صلي على محمد صلى الله عليه وسلم شوف جيت نهضر معاك واش وسيريو مانيش نتفكر برقداش وعليك واش انا هضرت معاك بالتقاعد خويا السعيد على بليز ملي كنت شومور وانا وياك الموس واحد يتباهنا تا ملي بديت تخدم نقول لك ساعه تا ملي تخدم تبدلت فهمت ملي تزوجت ودرت الدراري تبدلت بيزار انت مريض على بالك انا مريض انت بيزار انا جامي اشتعبت كيما انت ولي لا دوكا فيك محسوبة بيزار انا بيزار فاش انا بيزار نو تخدم انا راني خدام كش ما خصني راني بيان انا قلقتك يا راني حابس قلقتني يا وانا قلقك سعيد قلقتني وش بيه ما نتحبنا هدرو هدرو تعجل انا ثاني قلقتني قاعد تخدم كيف قلقتك قلقتني تحكي يا فهمني ايه نوضو تخدمو مش عارف وتهمرو انا عليكم قاعد الشي وش راح تدير انت ما كان والو يا تخدم ولا ما تخدمش ما تدير والو كل والو الخدمة راني مريح راني ما رقلها هكذا خويا السعيد انا ماشي نوض نخدم ومع التالي قاعد في لافان كش ما كانش شغل ما كان والو خليني نهضر البارح حتى لتسعة تاع الليل وحنا مع الجماعة لتحت دايرين رينيو عليك دايرين رينيو عليك عليك ايه عليك الوقتاش بالقدوش وي
واش سعيد تما سعيد هو هنا حبابك ها مش غور خليهم بعد يجي سعيد يا حباب اخويا خلينا يا خالتي خلونا على ديروا لنا يا سعيد ومن بعد يجي عندنا قصر اني جاي اني جاي فريد ما على ما يروحوا يشريحوا على ما يروحوا يشريحوا على واحد ما يعرفوا يبسطوا ما يعرفوا غير الضبيح والخدمه وتوما غير الخدمه 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 غير تخدموا سعيد الدنيا هذه ولك انا هذه الدنيا ما على باليش بها كاع صح واش دارت لك ما على باليش بها واش دارت لك الدنيا واش دار لك الزمان راك تسب فيه الزمان ما كان لا زمان لا والو ما كان والو لا ما كان والو انا راني مريح فهمت دونك الا راكم حابين تجيبوا لنا القيمه من عندكم يا زين يا مليح ماكمش حابين تجيبوا لنا القيمه يا خويا كل واحد الله يسهل عليه فهمت نروح نجيب ماكلتي من جابره ماكمش حابين تخلصوا لي الكره تاع البيت ما تخلصوا ليش الكره تاع البيت امك لا تكسروا لي راسي اللي تاع نوض تغدم نوض الزواج دير الدراري انا اللي ما تخرجش عليا وعلاش ما تخرج عليا باش ني كامل كميات اني لاباس مور فيفون دايا اني لاباس عليا برقدوش مور فيفون سعيد لاباس بيان سور بيان سور سعيد انتيك سعيد كان ميت نار كان يعرفك وكان يدور معاك يجي لك لهنايا ولا يدور تقعدوا زغريو لكون راكم بيان ما ديروش رينيو على واحد ندير رينيو عليك باسكو قرعتها قرعتها راني لاباس شي واحد راني مديرونجيه نكره الخدمه انت بالنسبه لك ما سبك فريد صوالحك انت كان تخدم فريد صوالحك شوف برخدوش بهدرو كلام بيان كاع وصريح ودر انت كان راني ما كذا حبيت حتى الصباح هكا خويا السعيد خلا برخدوش شوف عندي واحد حبيبي ايوه هيدا يخدم في شركه عندك يسحقوا خدامين هيدا هدرت له عليك قال لي جيبو انا نخدم مصفر سعيد تاخذ معنا ها عم بالك تما شغل انا راني مانيش مفكر انا ما نخدمش سعيد انا بالنسبه لي الدنيا هذي كحله وما نامنش بالخدمه ولا نخدم وراني رايح كي نخدم يا والله يهديك مرمى مونتا تحبس انا نروح نخدم ما تزوج هاني زوجت هاني زوجت زعما لولاوي وجا الالي ورشقتوها وفطرتو الامه وعشيتو عموما زين نجيب دراري هما جاوا دراري هما ما قال يعرفوا كاع الناس ومن بعد الريح زعما كاع ندير هذا كاع تراجي باش معتني الريح اني مريح من الاول اني مريح بصح علاش ما راكش مريح ولادك دايرين بيك المرا قدامك يا خويا طيب لك واش تحب تغسل لك حوايجك انا كرام دايرين بيا تقاشري كاع الدنيا وما فيها ما قدرتش نهضر معاك ما قدرتش بفهمك ديرك تو ديرك ديرك هكذا باش ما نبقاش نلعبوا مع ماما انا نكره الخدمه في هذه الدنيا في هذه الدنيا لازم تطراسي طريق طراسي طريق طريق تشوف روحك وينك رايح وينك رايح خدمه امراه دار دراري حيد معيشه هاي ليك شكرا يا ولي رايح نعم ولي ما حبش يروح ايبا لازم يروح انا ما نروح شوف انا خليني انا حاب نتكا شويه حب تريحها ولا رب شويه طماطيش بالبصل زوفري انا خلاص انا تجوزت هذوك اليامات خلاص هذوك هما اليامات الشابين تاعك كاين والو هذوك هما اليامات الشابين تاعك من نهار اللي وليت تهمبر اللي تبدل قولي لي هاي جي معنا للبحر هاي دوك نرقد ونلحقكم في المنام ان شاء الله شويه هكا خويا سعيد اللي يسب الزمان ما عنده ميزان صح اللي يسب الزمان ما عنده ميزان احنا قلنا من قبل بان الانسان وحده هو المسؤول عن تحسين الواقع دياله وما هو حتى واحد مسؤول في مكانه وكما شفنا صاحبنا ما دار حتى مجهود باش يحسن الواقع دياله ثم راح يسب في زمان ويسب في الدنيا ويسب في الناس وعند ناس كما هذو يشوفوا الحياة بمنظار سوداوي يشوفوا الدنيا كلها شر ما فيها حتى بقعة خير ويحاولوا من خلال هذا التصوير للدنيا يبررون الفشل ديالهم والقعود تاعهم ونقولوا للتفنيين والكسل ديالهم
شاعر قديما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لهجانا. نحن عيب الزمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم من هذا الشعور القاتل. ونهانا باش نسبوا الزمان، ونهانا باش نسبوا الدهر. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل قد هلك الناس فهو أهلكهم. إذن أزمان نشوفوا لعقوبته ما نسبوهش. هذا موضوع اليوم. أرواحك شوف يا خويا وصار فيها الزمان، الناس بوتها الدنيا نسات التقوى والإيمان. يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان، يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان. هذا راشي وهذا مرتاشي عايشين بمال الحرام، شادين في الحبل الراشي هايمين في بحر الظلام. واحد يقدر سلعة يخدع في الناس بالأمان، واللي غشنا ما هو منا وكيل الله الرحمن. واحد يدخل في البيعة دايم يسرق في الميزان، خدمته غير بالخدعة يقول أنا يا صايم رمضان. يا غافل في الحوال وخديك من الفسق والفجور، ما تبلعش زهو الحياة ما داع الدنيا غرور. الله يلطف بعباده سبحانه العلي الغفور، الله يلطف بعباده سبحانه العلي الغفور. أرواح تشوف يا خويا وصار في هذا الزمان، الناس بوتها الدنيا نسات التقوى والإيمان. يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان، يا كل شي فاني ويبقى غير ربي خالق الكوان.